والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. ها ها شوفي شوف خذي الكتابة وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تخيلوا طفل جزائري رضيع من ولاية البليدة اسمه يحيى، عمره لا يتعدى السنتين، حافظ القرآن كله، يمسك المصحف ويجيب الفهرس يحط صباعه على اسم السورة يقول لك اللي فيها، ولو جبت له بداية آية يكملها لك. إيديه فيها صباع زيادة بدل 5 6 وعلى شكل كلمة الله، وأول كلمة نطقها كلمة الله. ما شاء الله عليه، ربنا يجعله ذخر لأهله ويجعله سند لبلده الجزائر ويبارك فيه ويحفظه من كل سوء. فعلا الطفل ده آية من آيات الله ومعجزة الله في الأرض. لما الطفل سنتين يكون حافظ القرآن، لما تسمعه بجد هتزهق من انت سمعه وهتزهق من اللي انت شايفه. خلينا نشوف الطفل الجزائري الرضيع الظاهرة يحيى اللي من ولاية البليدة وبيقرأ القرآن، ونسمع والدته وهي بتتكلم عنه وبتتكلم عن نشأته. اكتشفت يحيى ما كنتش متوقعه باللي عندي اصلا حمل، يعني نقول لك خاتمه للقران ولو نكذب عليكم ما لا لا انا حافظه ما تيسر، وكما يقول لك ونسعى لتعلم احكام القران، بصح سوره مريم بالذات يعني نقراها برك، يعني ماشي حافظه الايه. يحيى تخيلي انت واحد تاع قولي سمانه 10 ايام يميز القران، يميز صوت القران من اصوات واحد اخرى. كي نكونوا شاعلين تلفزيون خاوته دايرين هكا يحبوا يشوفوا رسوم متحركه ولا زعما ناسيونال جيوغرافي، عندي هذاك انس يموت على ناسيونال جيوغرافي يبكي، انا نحي لهم الميكي وانا ندير القران والطفل يسكت لي. في الليل كي يعني كاي طفل قبل 40 يوم يبكي في الليل، انا نحط الشيخ الطبلاوي رحمه الله وانا الطفل يسكت ويرتاح وما يرقدش، يقعد يسمع في الشيخ الطبلاوي، انا نرقد نوض نسيبو قاعد داير غير قدن هكا يا صغير تاع 40 يوم يسمع في الشيخ الطبلاوي. كبر يحيى وهو بهذه العقليه، ديري له قران راه مرتاح تنحي القران راه يبكي. كي ولا عنده عام والاول كلمه نطقها هي الله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتأ أن تنقطع من كلامه، وهو لا يحسن الكلام، يعني تحس بها حتى في هذا السن أنه لا يحسن الكلام، يعرف يقرأ قرآن قراءة من المصحف، يحفظ يعني ما شاء الله، يعني أي آية تعطيها له يكملها لك، والكلام هكا باش زعما يطلب أشياء ولا ما عندوش هذيك كما نقول حنا اللغويات الدارجة تاعنا ولا لغويات فصحى، أي مكان تكون فيه الله ولا آية يقراها لك. قلت لك جاب المصحف هكا وجاني للمطبخ، حط المصحف ودي لي سله 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 معناتها بسم الله الرحمن الرحيم. نحبس شغلي ونقعد معاه في الارض، هو يتصفح ويدي لي سله سله بصبعه في الايات، انا وني حاط صبعه نقرا له الايه هذيك، يقعد يتصفح قولي قرابه ساعه، يغلق المصحف يدي لي صدق الله، يعني خلاص انتهى الامر كملت، يفد المصحف يحطه ويروح. نروح انا للبيت نكمل شغلي، يجي يعاود يديني ويقول لي مكه، يعني يقول لي شعلي لي التلفزيون دير لي قران، نشعل التلفزيون ونخليه. شوفي صدقني ما يلعب، ما يحوس على الالعاب، ما يحوس عليا، ما يجوع، ما يقوليش ناكل، راه قاعد تحس به الشيخ قدام التلفزيون يسمع في القران ولا يشوف المشايخ، المشايخ تداول عليه في القنوات الدينيه. في اليوم اللي بدا يقرا فيه القران، يعني انا بالنسبه لي كانت معجزه، علاه؟ باسكو ما قراش اي سوره ولا اي ايه ولا زعما اختار هكا سوره معينه، كان يتصفح القران ومواقع السجود يحط صبعه يقول لي سجدوا. تخيلي في عمر عام وشهر ولا يعرف وراها مواقع السجود. الا سجدوا، يقول لك الا سجدوا، الا سجدوا، سجدوا. في الليل سبحان الله وحنا قاعدين كنت ولادي رقتهم، كنت دايره القران في التلفزيون ودايرته على الصامت، وهو قاعد قدامي وقف عند الشاشه والله العظيم يقرا لي في الايات وحده مع وحده، يعني وحده مرخطه يقرا الايات باسترسال دون اخطاء، ويخزر في الايه ويدور لي ويقراها لي.
ايه وقلت لك يعني وعان ما كاش اللي قراه حروف ولا قراه كتاب ولا تحفظي ممكن، بصح باش توصلي تعطي العام ولا عام وحاجه تعطي له ايه يقراها، يعني هذه من المنطق ما يقبلهاش. انا وليدي يقرا سوره يقرا ايه وفي سن مبكره، وقلت لك ولا يحسن الكلام، يعني هذه العقل ما يتقبلهاش. كنت وحدي في الدار صدقيني خفت منه. يعني انا امه طفل يقرا لي في القران خفت منه، جاتني شحال من حاجه في راسي، قلت سبحان الله كيفاش يعني كيفاش هو يقرا، يعني شكون علمه؟ تقول شكون انا باش اكرم بهذا؟ يعني ما رانيش يعني وحده نقول لك صوامه قوامه، انا امراه عاديه كاي امراه، عندي اولاد، عندي اعباء منزليه، عندي نصلي كيما الناس اكيد، بصح ما رانيش يعني وصلت في القمه يعني من الايمان باش نقول خلاص اني يعني ربي كرمني بهذا الصغير. صدقيني نشوف انا احتقر نفسي كي نشوفه، نقول سبحان الله كيفاش يعني بالك مش عارفه بالك العمل هذاك اللي خدمته مع ببالي وصلني لهذا الامر والعلم لله. وصلت قلت لك نمشي في الزنقه ونبكي ونقول اسكن كشفوا ولا لا لا، اسكن نقدر نقول للناس بلي عندي. بلي عندي طفل يقرا قران، مع الوقت كنت الامر خفت كأم، خاف على وليدي، خفت عليه العين، خفت عليه شعب حاجه. بعد قعدت مع نفسي قلت علم عسى ربي داروا ايه باش انا نوصلها للناس، خفت نكتبها ربي يحاسبني عليها. سورة الفرقان، تبارك الذي ناس الفقان على ريا يكون العالمين مريا الذي له ما بس من تفيقات ولم يتخذ ولم يتخذ ولا ولم يكن له شك في موك وخلق كل شيء قطع تقديره. شي حتى صبعه يعرف الآية والرقم. قديم أسني تقريب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم شنو أطلع أشياء سافي ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا متقاعدين إلا الذين آمنوا وعملوا متقاعدين الصالحات. أجل أي بالنور زي تخلص سورة الإخلاص. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد أتولد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. فلق يعني هو فلق 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 إخلاص إخلاص فلق فلق قلت يا ربي فلق قل أعوذ بربي فلق الناس الناس فتح الناس الناس قلت يا ربي الناس قلت يا ربي قل أعوذ الناس بربي الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس ما يشاء يقولون إن الله يسمع ما يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور. الآية اللي قراها اتقوا الله واتقوا الله لمو ان الله شديد العقاب. عمران سورة آل عمران تلك نسيم بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب مكتب ورقة تقرأ عاتي نشد لك عاتي نشد لك عاتي ماما خلاص خلاص ما نحيلوش. إن الله لا يخفى عليه ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي والذي سويته كيف يشاء بارك الله فيك كيف يشاء لا إله هو عزيز حكيم. هو عزيز الحكيم. يا أيها المدثر فأنذر قم فأنذر ربك فكبر
وربك فكبر. وثيابك طهر. وثيابك فطهر. قل أحيا إلي. قل أحيا إلي. اللهم استمع من الجن. أنه استمع نفر من الجن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عربيا. قرآنا عربيا. عجبا. خلونا نسمع ونشوف المشايخ قالوا إيه عنه واتكلموا عنه إزاي. هذا الغلام الصغير عامين وأربعة أشهر آية من آيات الله. لما أخبرني الشيخ شكيب قال لي يا شيخ هناك طفل سنتين يحفظ القرآن لم أصدق أولا لولا أني رأيت بأم عيني. هذا الطفل إذا قرأت له الآية يكملها سواء كانت في سورة المائدة أو في سورة الأنعام أو في سورة الأعراف يكملها كأنما يحفظها. إذا أعطيته المصحف فيضع أصبعه في الكلمة ويقرأها صحيحة وهو لا يعرف الحروف، يقرأ السورة باسمها يكملها تماما. وإذا أعطيته كتابا ليس كتاب قرآن فتحه ولا يقرأ منه إلا ما كان قرآنا أو حديث، لا يقرأ منه إلا ما كان قرآنا أو حديث. هذا طفل عنده ليس خمس أصابع إنما عنده ست أصابع. الأصبع السادس على شكل كلمة الله. ولما أرادت أمه أن تجري له عملية جراحية قال لها الطبيب لا داعي لأن هذا الأصبع ناتج مع الأصبع الخامس، فلو أننا قطعنا هذا الأصبع سينبت مرة أخرى. هذا الطفل ليس موهبة ليس حفظ إنما هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. نجد من يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ونجد أيضا من يحفظ القرآن العظيم كاملا وهو لا يعرف من العربية شيئا يكون أعجميا، ونجد أيضا من يحفظ القرآن العظيم في سن يعني كبيرة يعني بعدما يبلغ بنا العمر يعني مبلغا كبيرا 80 سنة 90 سنة أو أقل من ذلك قليلا، لكن لم نجد من يحفظ القرآن. كل هؤلاء الذين ذكرت يحفظونه بطريقة التلقين، إما أن تنعدم له وسيلة القراءة فيلقن سماعا ويحفظ، وإما أن يداوم على حلقات فيسمع كثيرا ويحفظ كذلك، لكن أن لا يلقن ثم هكذا بعد عام من ولادته كما حدثتنا أمه أو عام ونصف يقرأ القرآن من حفظه، هذا شيء عجيب. الله عز وجل أراده لهذا الصبي، نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا على هذه الأمة. ما شاء الله عليه بجد، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه ويجعله ذخر لأهله وسند لبلده الجزائر، وربنا يجعل جميع أطفال المسلمين من حفظة كتاب الله، لأن هو ده الأساس وهو ده اللي هيعلي الأمة وهو ده اللي هيرفع من شأن الأمة الإسلامية والعربية في العالم. أنا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشرفوني ياريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.